السلام عليكم الزلف اللون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جي اس كا اخبار تي في، وكذلك جي اس كا اخبار التي تاتيكم بالحصري والجديد على اخبار شبيبه القبائل، يعني حصريا من جريده الكره نيوز. اليوم ماذا تكلموا عن شبيبه القبائل؟ قال لك ايت جودي يحفز اللاعبين، شلول يعد اللاعبين بمنحه مغريه في حال الفوز على المولوديه في مباراة الكلاسيكو، رحماني صراحة يغيب رسميا عن الميدان يعني وعن مباراة الكلاسيكو، شتي لن يأتي إلى شبيبة القبائل. وكذلك نروح إلى فريوي الذي لن يأتي أيضا إلى شبيبة القبائل، فريوي قال لهم لدي عقد مع الخالدية، قتال يغيب في الكلاسيكو، وآيت جودي للاعبين وش تكلم قال لهم يجب عليكم العودة بنتائج إيجابية ضد المولودية طبعا، والكل ينتظر مباراة الكلاسيكو ضد المولودية اللي نتمناه لهم إن شاء الله يا ربي كل التوفيق بإذن الله، ونتمناه كذلك العودة بالنقاط الثلاثة والفوز. صراحة الكل خايف يعني بعد غياب الحارس الرحماني الذي كان يطمئن أنصار شبيبة القبائل، وكذلك يطمئن اللاعبين في حراسته لمرمى الشبيبة. نتمنوا إن شاء الله ربي يجيب الخير فقط، وإن شاء الله يا ربي تكون سلامات مع الحارس حديد. كذلك أنتم محبين وأنصار شبيبة القبائل، نتمنى إن شاء الله كذلك تعطيونا التوقعات تاعكم تاع النتيجة شحال رايحة تكون، وإن شاء الله فيها خير فقط. لا تبخلوا علينا بالدعم، الضغط على زر الإعجاب كي يصلكم كل ما هو جديد.